jeune soit efficace dans sa société, il doit tout d'abord avoir il doit être instruit. Donc avoir un niveau scolaire assez utile qui le permettra de focaliser toutes ses connaissances qu'il a acquises et tout dans le bon sens. Et donc de déterminer les besoins de sa société, de son environnement tout d'abord, parce qu'il doit commencer avec pour se positionner tout d'abord et donc commencer avec un circuit restreint. Un circuit restreint comme ça, il va pouvoir se développer. بالنسبه ليا يعني استعمال اليوتيوب وفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي هما اللي خلاو يعني يعني وسيله مزيانه للشباب باش انهم يرفعوا شويه من تطوير الذكاء ديال الشباب والمجتمع ديالهم ماشي يمكن عشان يهضروا عليها من خلال الجمعيات انشاء جمعيات باش يبقاو يقربوا الناس من مواضيع يجيبوا لهم اساتذه جامعيين يجيبوا لهم خبراء يديروا لهم انشطه مسرح وندوات يمكن للشباب الطرق التي يمكن للشباب أن يكون مؤثرا في المجتمع وأن يقوم بنهضة حضارية ممكن عبر الأنشطة الثقافية عبر الأعمال الطوعية الخيرية والمجتمعية عبر الأعمال الإبداعية بشكل عام الرسم التصوير الكتابة الوحدة أهم شيء هو الوحدة يجب أن تكون الوحدة بين الشباب تبادل الثقافات انشاء جمعيات مثل الجمعية اللي تنظمت هذه المبادرة راه شباب مغاربة راه وصلوا دابا كتلقاش اللي تجاوب معاك اللي فهمتي جدري با 100% ديالنا عندهم مقومات اللي تخليه انه يكون زعما فعال انه ينهض الحضارة ولكن ما كنظنش على ان جميع عندنا شي مؤسسات ولا شي اماكن اللي غتخلي دوك الشباب يبينوا المقومات اللي عندهم باش ينهضوا بحضاره ولا بثقافه ولا ربما اكثر من الاجيال السابقه في مجال صنع الحضاره او اقامه نهضه حقيقيه في المجتمع من حيث توافر وسائل المعلومات فضاء حريه واسع للحركه وللابداع الثوره الجديده للانترنت والمعلومات بين كون شويه جدي في الخدمه ديالو صافي ما يكون طموح كما تنقولوا عنده اهداف كما قال شجاع بور بوفوار ديفي بلوزيغ زوبستاكل وماشي في لوبستاكل الاول اللي تيقاس تيقول صافي سافا با مارشي سي بون لا بيرسيفيرونس اوسي سوسيابل بيان سور بور بوفوار كومونيكي بيان سور فو توجور بور ريغلي سارتان بروبليم اون دوات اتر انوفون متواضع يكون نشيط يكون كول يكون زعما شي واحد اللي من الحيز ولا يعني كيميل الوحده ولا شي حاجه وخص يكون عندها ثاني دي كاليتي يكون عنده لغات باش انه يقدر انه يكون كونتاكت ما بين الناس من بلدان اخرين مختلف لابد من تبادل الافكار لابد من القبول بالاختلاف لابد من قبول اختلاف الاديان اختلاف العادات اختلاف اللغات